بسم الله الرحمن الرحيم. أجل ربط الطالبات الصف السادس الابتدائي لندرس النهارده هو وطني للشاعر أحمد خيمر. نتعرف ايه هو الوطن. الوطن هو المكان اللي احنا عشنا فيه واتولدنا فيه ونشأنا واتولدنا تحت أرضه وشربنا من مائه وعشنا في جوه وأمطاره. تعرف بالشاعر، شاعر مصري معاصر ولد بمحافظة الشرقية سنة 1914، وتخرج في دار العلوم وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للجنة القراءة في الهيئة العامة للكتاب. توفي سنة 1978 ميلادي. أهم أعماله ديوان الغابة المنسية، ديوان في ظلال القمر، ديوان أسماء الله. مناسبة الناس إن الإنسان كان بيعيش في وطنه زي ما بيعيش الوطن في الإنسان. في كل إنسان بيحب وطنه وبيفتكر في أماكن لعبه وهو صغير ومواضيع عرقه، وهو ما يكبر بتزيد منزلة الوطن لو كان مرتبط بالتقديس الرباني ومهبطا بالرسالات السماوية ومسرحا للتاريخ وبعثا للأمة. النص يقول الشاعر: وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهواي وأيامي، ورضا أمي وحنان أبي، وخطأ ولدي عند اللعب يخطو برجاء بسام. وطني وصبايا وأحلامي، هتف التاريخ به فصح، ومضى وسبا ومشى مرحا، حملت يده شعل النصر وبدا غده أمر الدهر. في ظل النخل على الوادي أصغرت لقصة أجدادي، لمعانيه هتف الحب ولماضيه خفق القلب. بدم الأحرار سأرويه وبماضي العزم سأبنيه، وأشيده وطنا نضرا وأقدمه لابني حرا، فيسون حماه ويفديه بعزيمة لا يسين هجام. تعالوا نقول بأغنية بتاعتنا: وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهواي وأيامي، مريضة أمي وحنان أبي، وخطى ولدي عند اللعب يخطو برجاء بسام. وطني وصبايا وأحلامي، هتف التاريخ به فصحى، ومضى وسبا ومشى مرحا، حملت يده شعل النصر وبدا غده أمل الدهر. في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي، ولمعانيها هتف الحب ولماضيها خفق القلب. بدم الأحرار سأروني وبماضي العزم سأبنيه، وأشيده وطنا نضرا وأقدمه لابن الحر، فيسون حماه ويفديه بعزيمة ليس نهج. الشرح: الوطن هو المكان الحبيب اللي الإنسان اتنشأ فيه وقضى أيام السبا والشباب، وهو موضع حبه وعمله، وفي سعد برضا أمه وحنان أبيه، ورأى خطوات ولدي عليه وهو بيلعب، وليها أمل كبير في المستقبل المشرق. وطني عريق في بطولات وانتصارات من فجر التاريخ، محدش تأخر عن نداء الواجب، بل نهضة مسرعة نحقق المجد، ومضى من نصر إلى نصر نشيطا سعيدا، وكل أمل في مستقبل أفضل. على شاطئ النيل وفي ظل النخيل جلست أسترجع الماضي في تاريخ أجدادي المليء بمعاني سامية، وعلاقات يسودها الحب ويسعد بها القلب. الوطن العظيم ده أضحي بالدم في سبيله وأبنيه بعزم قوي، وأرفع شأنه ليكون أعظم الأوطان وأجملها، وأتركه لابن حر ليصون ولدي ويحمي بكل شجاعة كما يحمي الأسد عرينه. معاني مفردات شبابي صغري وشبابي، الظهر زمن طويل، أحلامي أمالي، أصغيت استمعت باهتمام، حنان رقة القلب والرحمة، خفق القلب تحرك واضطرب، خطى خطوات سأرويه سأسقيه، يخطو يمشي ولا يتنقل، العزم الثبات والشد، الرجاء الأمل، أشيده أبنيه بسام كسر تبسم، نادرا متفتحا أمراض الذهب. هتف التاريخ بي ناداه بصوت عالي يسون يحمي، مضى انطلق وسبا قفزة للعزيمة، الإرادة المؤكدة أو العزيمة، مرحا فرحا ونشاطا ليس أسد بل زهر، مظهر الجمال. وطني وهواي وأيامي، أو وطني وصبايا وأحلامي، تعبير جميل جعل فيه الشاعر الوطن حبه وعمره وصبايا وأحلامه. ورد أم حنان أب، تعبير جميل مزج الشعر بين الأب والأم، فصار شيئا واحد. إذا لا معنى للوطن دون أسرة ينعم بدفئه، ولا معنى للأسرة في غياب الوطن، يخطب رجاء بسام، تشير للرجاء كأنه إنسان كثير التبسم
وسيدل على مستقبل المشرق. هتف التاريخ بالفصاحة تعبير وصور التاريخ بإنسان ينادي الوطن ويدعوه إلى المجد ليدلل على العلاقة القوية بين الوطن والتاريخ. هتف وفصحى العطف أفاد الترتيب والسرعة. ومضى غصبا ومشى مرحا تعبير للوطن بصورة إنسان يسرع إلى المجد ويمشي في سعادة وفرح. أصغرت القصة دي تعبير جميل يدل على رتبة الشعب مدى أمته لماضيها خفق القلب. تعبير يدل على شدة التأثر والشعور بذكريات الماضي الجديد بدم الأحرار يساروه. تعبير يدل على تطهير الدم وشهيده وطن النضرة. شبه الوطن بالبيت الذي يبنى وهو لن يبنيه كسائر البيوت بل سيبنيه من الذهب النضر أو الذهب. أي أن سيكون بناء جميلا حسنا مشرقا فهو نضر، وأقدمه لابن حر تسود للوطن بصورة سذاجة جميلة قدمها لابن بعثمة الليث الهجام. تعبير يدل على مدى القوة في بذل الروح من أجل الدفاع عن الوطن. خلاصة الدرس قوة الارتباط بالوطن والانتماء إليه، تواصل الأجيال من الآباء للأبناء والأحفاد يسعد الناس. التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق. مصر وطن عريق متسع على مر التاريخ، يجب العمل على استمرار التقدم والتضحية بالأرواح في سبيل الوطن وتقدمه وحرياته. أسئلة: متى يمثل الوطن؟ ماذا يمثل الوطن لكل إنسان؟ هقول له الوطن هو المكان الذي ينتمي إليه كل منا بذكرياته وأحداثه وتربطه ببني وطنه من الأهل والرفاق والأصدقاء يا عمر. ما واجبنا نحو الوطن؟ واجبنا نحو الوطن في أوقات السلم نبذل الإنسان جهده وقته من أجل النهوض بوطنه ورفعته. في أوقات الحرب يبذل روح الدفاع عن وطنه. احتفظ الوطن، تخيل ما قاله للوطن واكتبه. إنك لا تتأخر عن نداء الواجب بل تنهض مسرعا لتحقق المجد وتمضي من نصر إلى نصر نشيطا سعيدا. بما يشعر الشخص البعيد عن وطنه، يشعر الشخص البعيد عن وطنه بالغربة والوحشة. يوم أجمل ولماذا؟ مدى وهو مدى غصبا ومدى سائرا ومدى غصبا. طبعا أي جملة في النص هي الأحسن. بيقول لي هيصور أشياء الوطن بصورة إنسان يسري على المجد ويمشي في سعادة وفرح. ما أمل الدهر المصري في رأيك أن يكون مستقبلها باهر؟ ما درست نتعلمها من الناس؟ نتعلم قوة الارتباط بوطن الانتماء إليه، تواصل الأجيال من الآباء للأبناء والأحفاد يسعد الناس. التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق. مصر وطن عريق منتشر على مر التاريخ، فيجب العمل على استمرار التقدم والتضحية بالأرواح في سبيل الوطن وتقدمه وحريته. كده خلصنا الدرس السهل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونفهم نتعلم.